انطلقت في مصر تفعاليات المخيم التدريب الأول لرواد الأعمال الشباب. المخيم الذي تنظمه غرفة التجارة والزراعة والصناعة مصر وبالتعاون مع برنامج التكامل والدعم المستدام الممول من الاتحاد الأوروبي سيقيم على مدارس 5 أيام، أي يقيم المشاركين لاختيار 5 منهم لتقديم الدعم له. مخيم ريادة أعمال مصراتة يكون فرصة كبيرة للشباب وتوعية الشباب من ناحية تفكيرهم التجاري وأعطاهم أفكار للتسويق وفتح مشاريع لهم وأعطاهم الأفكار النموذجية الصحيحة لمتابعة مسارهم التجاري بعدين في المستقبل إن شاء الله. تمت مناقشة العديد من محاور العمل من خلال المحاضرات ومن خلال ورش العمل البينية. تم في هذا الصدد اختيار مجموعة شباب مشاركين بعد جولات تصفيات للتأهيل. نتطلع إلى فعاليات اليوم الثالث واليوم الرابع واليوم الخامس الأخير اللي فيه التصفيات أو اختيار المشاركين الذين سيتم اختيار أعمالهم لتبنيها من رجال أعمال ومن المؤسسة الدولية لتمويل ودعم برامج الاستخدام والتكامل والتنوع المستدام إكسبرتيز فرنسا.